اسمي بيبي الخضري، أنا إعلامية من دولة الكويت. أتمنى من زملاء المهنة في الإعلام الغربي والمجتمع الدولي أن يستمعوا إلي جيدا. ربما تلاحظون مسحة من الحزن على ملامحي وشحوبا في وجهي، فقد استشهد أكثر من 500 شخص أمس في مكان قريب منا، إنها غزة. كان غالبية الضحايا من الأطفال والنساء، قتلوهم وهم داخل مستشفى المعمداني مع أنهم يعرفونه جيدا، فعمر هذا المستشفى أكثر من 140 عاما. غارة واحدة حولتهم إلى أشلاء. شعرت بالألم كثيرا لفقدانهم، لكن ألمي الأكبر هو أسلوبكم في نقل الحقائق وتغييرها لصالح الكيان الصهيوني. هل شاهدتم بالأمس الأب الذي حمل أشلاء أطفاله بأكياس؟ هل رأيتم أحذية الأطفال الملطخة بالدماء؟ هل شاهدتم أول مؤتمر صحفي يعقد في التاريخ وسط جثامين الضحايا؟ هل تعرفون أن غزة تقصف وتهدم المنازل فوق رؤوس الأطفال والنساء وكبار السن وأنتم تشاهدون هذه الرسالة حاليا؟ هل تدركون أنكم شركاء في هذه المجازر؟ نعم شركاء، لا تستغربوا، شركاء لأنكم لا تنقلون الحقيقة كاملة، لأنكم تنحازون إلى القاتل وتحاولون تبرير الأعذار له. هل تعرفون بأن قطاع غزة يعيش الآن بلا ماء أو كهرباء أو إنترنت بسبب الحصار المفروض عليه؟ ربما تدمرتم خلال فترة كورونا من الحظر والجلوس في المنزل وأغلاق المطارات، لكن أهل غزة يخضعون لحصار من تل أبيب منذ أكثر من 17 عاماً. رسالتي لكم، قبل أن تقرأوا نشرة الأخبار أو تنشروا خبراً، راجعوا ضمائركم. الوظائف تنتهي، لكن تأنيب الضمير سيلازمكم طيلة حياتكم. أرجوكم لا تقتلوا الضحايا الفلسطينيين مرتين، مرة بأسلحتكم المرسلة لتل أبيب، والثانية من خلال تزوير الحقائق وتصوير الضحية على إنه جلاد.